بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي نقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون، التي دائما تتمنى لكم النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة اللغة الفرنسية أو مادة الرياضيات بالسلكين الابتدائي والإعدادي. هذه القناة التي دائما كما سبق لي أن قلت، والتي تطلب منكم هدفا وليس أمرا، المشاركة بكثافة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. وشكرا، شكرا جزيلا لكم. كما أطلب منكم كما سبق أن قلت وهذا فضلا، المزيد من التشجيعات ديالكم، لي كومونتير، لايكات، بارطاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا مرة ثانية. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à téléphone de ma chaîne. J'espère que vous allez comme d'habitude très 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 bien. Vous connaissez bien que ma présence aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. Mais cette fois-ci, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM1, 4e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est d'identifier les mesures de capacité. Qiyas as-sa'at. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Maths CM1, leçon mesure des capacités. Mesure des capacités, la leçon 28. La leçon 28. La page 65. La page 65. Bien. Les objectifs. L'EHDAF. Connaître les relations entre les mesures de capacité. Connaître. Ma'rifat al-alaqa bayna qiyasat al-siyah. بين les mesures de capacité. نشوفوا نحاولوا نتعرفوا على لي رولاسيون العلاقات بينهم ما بين دي سيليت و سونتيليت و دي ريبيل. كالكول مونتال حساب ديني، هذا كما العادة دائما سي لو بروفيسور كي شوازي لو كالكول مونتال كي لو كونفيان. دون سات لوسون اون فاي اسيي دو بارلي دو كومبليتي اون سويت دو نومبر دي سيوم، واحد السلسلة ديال الأعداد العشرية. إذا عندنا مثلا ديكرير 0.8.9 puis 1,2. Alors comment on est arrivé de 0,9 à 1,2? Donc ça veut dire qu'on a ajouté 0,3. 3 plus 9, 12 et 1. Donc ça veut dire qu'on augmente avec 0,9. Ça veut dire qu'on ajoute 3 dixièmes. 0,3. Alors 0,3 plus 0,9 égale à 1,2. 1,2 plus 0,3 égale 1,5. Alors après 1,5, l'élève écrit 1,8. On va laisser, on va donner à l'élève le temps pour réfléchir et pour écrire quel est le nombre qui vient après 1,5 avec en ajoutant 0,3. Je connais où est le nombre que nous allons écrire. Nous allons écrire 1,5 en ajoutant 0,3. Donc nous allons écrire 1,9. لو كان طلبنا منو يزيدنا واحد العدد اخر، غادي يكتب لنا 3 زائد 8 11، وغادي نكتبو هنا 2,9. هذه ما نجمع بسلسله ديال الاعداد العشريه بزياده 0.3 او 3 ديال العشره. ننتقلوا للسبوره للبدء في الدرس الجديد. بيان، الو باسون ا غروند كونستركسيون دي كونسيبت. Observe ces relations entre les unités de capacité. Observe ces relations entre les unités de capacité. Maintenant, l'âge, l'alaqat, ma bien wahadat a assia. Un multiple de litre. Multiple, il y a mudaafat. Multiple. Les multiples, du maintenant, les wahadat, il y a akbar min al litre. On a deka litre, hectolitre, kilolitre. Deka, ça veut dire 10 fois. Hecto, تتعني 100 مرة، ثم كيلو تتعني 1000 مرة. حيت الكيلو لتر ما كاينش، ما كناش نقولوا كيلو لتر، تنقولوا 1000 لتر. دابا راه ولاو تيكتبوها ما عرفتش. الوغ ديكا
ثم هكتو ثم كيلو سوسون سوسون دي بريفيكس سوسون دي بريفيكس alors le radical c'est litre 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 donc on a ajouté dika ça veut dire 10 fois on a ajouté hecto ça veut dire 100 fois et on a ajouté kilo ça veut dire 1000 fois donc هذو مضاعفات لي سوميتيب اللي معنا الاجزاء ديال اللتر لي سوميتيب ملتيب دو لي لي سوميتيب دو لي الاجزاء ديال اللتر بمعنى الوحدات اللي هي صغيره على اللتر 10 مرات 100 مره 1000 مره دي سي لتر فوالا دي سي ثم سنتي لتر سنتي ثم ميلي لتر ميلي سو سون دي بريفيكس لو راديكال لتر 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 اللي انشونجابل هذه الوحده الاساسيه ثم الأجزاء زدنا لهم دي سي بمعنى عشر سنتي بمعنى جزء المئة ثم ميلي بمعنى جزء ألف بمعنى صفر فاصلة صفر صفر واحد صفر فاصلة صفر واحد صفر فاصلة واحد إذن هذول الأجزاء وهذول المضاعفات هناك علاقة بينهم هناك علاقة يمكن أن نقوم بعملية تحويل من الليتر إلى الديسيلتر وإلى الهكتوليتر وإلى الكيلوليتر إذن هذا هو الجدول الذي يمثل وحدة قياس السعر فإن الوحدة الأساسية هي هذه هذه هي الوحدة الأساسية الوحدة الأساسية لقياس السعر هي اللتر ثم عندنا نحو اليسار ليميتيب المضاعفات وعندنا نحو اليسار نحو اليسار على السبورة نحو اليسار ليميتيب ونحو اليمين لي سوميتيب لي سوميتيب بمعنى الأجزاء هما هذو ديكا لتر هكتو لتر كيلو لتر ديسي لتر سنتي لتر ملي إذن هذا الجدول هذا لا بد أن نخص نحفظه ونعقل عليه الذاكرة ديالنا باش ما نحتاجوش مؤخرا نكون نرسمو في الوثائق ونبقى نفكر نجبد الدفتر ديال الدروس لا خصنا نكتبو بكل سهولة دون صعوبة علاش لأن غادي نستعمل به باش ندير عملية ديال التحويل هذا هو اللي كاين ألوغ إتيليز لو طابلو دو كونفيرسيون بو كومبليتي لي زيكاليتي إذا هنا قال لك غادي نستعملو هذا الجدول هذا باش نديرو عملية ديال التحويل يا خدينا واحد لتر مثلا واحد لتر هنا غادي يساوي 10 ديسيليتر 100 سنتيليتر 1000 لتر هذا هو اللي كاين إذا خدينا واحد ديكاليتر مثلا هنا شحال تيساوي؟ تيساوي 10 لتر تيساوي 100 ديسيليتر تيساوي 1000 لتر تيساوي مثلا 10000 10000 مليليتر حنا عندنا تما الهكتوليتر عندنا واحد ديكاليتر تيساوي 10 لتر إذا بمعنى نمشيو على حساب التمرين ثم عندنا واحد هكتوليتر تساوي 100 لتر اذا واحد ديكاليتر فيه 10 وواحد هكتوليتر فيه 100 والا خدينا الكيلوليتر غنلقاو فيه 1000 واحد اكسيبيتي دو ماتيماتيسيون غون دو جو كومبليت 2 لتر ايكال 200 سنتيلتر لي 2 لتر 2 غادي نكتبوها في اللتر ونكتبو 0 في الديسيلتر ونكتبو 0 في السنتيلتر 5 ديسيلتر غنكتبو 5 في الديسيلتر وغنكتبو صفر في سنتيلتر ونكتبو صفر في المليلتر كل خانة تنكتبو فيها صفر واحد لتر وخمسين سنتيلتر واحد لتر واحد لتر صفر في الديسيلتر وصفر في سنتيلتر هي 100 100 زائد 50 غتعطينا 150 15 هكتوليتر غادي نكتب 15 في الهكتوليتر بمعنى 5 في الهكتوليتر وواحد في الكيلوليتر اذا اش غادي يبقى ليا باش نحول هذا الهكتوليتر غادي يجي من وراه صفر ديال الديكاليتر وصفر ديال الليتر اذا غادي يكون عندنا الجواب هو 1500 اذا حتى تكون عندي ورقه في الوثائق راه تنكتب تنكتب الاعداد قدامي في الخانات راه ما يمكنليش نكتب 15 في خانه وحده 15 هكتوليتر بمعنى تتعني 5 في الهكتوليتر وواحد في الكيلوليتر باش ما نمشيوش نكتبو 15 في خانه وحده بحال هكا لا غادي نكتب 5 هنا ونكتب 1 هنا اذا 5 هكتوليتر 1 كيلوليتر لو ميدسان الو عندنا هنا انتقلنا اذا نشوفوا البروبليم رقم 3 لو ميدسان كونساي ا يوسف ديال هذه المساله غادي ننتقلوا للسبورة لو ميدسان كونساي ا يوسف دو بروند تو لي سوار 3 سنتيليتر دو سيرو نمشيو للتمرين نكملوه واخا لو ميدسان ديال الطبيب لو ميدسان كونساي يوسف الطبيب تينصح يوسف دو بروند تو لي سوار كل عشيه 3 سنتيليتر دو سيرو pour calmer sa toux باش يهدى هذاك السعال ديالو اون كويير دو كاباسيتي اون كويير ا اون كاباسيتي دو 15 ملي دونك المعلقه ديك المعلقه اللي تيشرب فيها السيرو فيها 15 ملي لتر حنا بغينا نعرفو كومبيان يوس دو تي بروندر دو كي شحال خصو يشرب من المعلقه باش
يشرب 3 سنتيم. اذا حنا شنو غندير؟ اون كويير كيقال 15 مليلتر، هاد 15 مليلتر تتعني 1.5 سنتيم، معلقه وحده فيها 1.5 سنتيم. الا شرب معلقه وحده غادي يشرب، غادي يشرب 1 سنتيم 0.5. حنا بغينا 3، اذا 3 شحال فيها من 1.5؟ جوج المرات. اذا يوس دو بروند 1.5 ملتيبلي بار 2 اللي تيكال 3 سنتيم. اذا غادي ياخذ جوج دو كويير. Il va prendre deux cuillères de lotion. Évaluation informatique de tqyeb tkwini. Quatrièmement, range dans l'ordre de croissant. Range dans l'ordre de croissant. 250 ml, 2 cylindres, 5 cm. Donc, je vais rattraper de l'asgar à l'akbar. Cette size est 250 ml, 15 cm, au jus de cylindres. Donc, il y a 8 kg, on va rattraper une size مختلفة الوحدة. ما يمكنش نرتب السنتيمتر مع الديسيليتر مع الميل، إذا غادي ناخذ واحد وحدة وأقوم بتحويل إلى وحدة معينة، إما نحولو السنتيمتر، إما نحولو الميليمتر، إما نحولو الديسيليتر، باش تكون عندنا نفس الوحدة الوحدة، ونقارنهم، نقارنو دوك الوحدات اللي عندها، نقارنو ديك الكمية ديك الساعات، على حسب الوحدة اللي عندنا، ثم بعد ذلك أحول كل وحدة بما يقابلها. لكن جميع الساعات كلها حتى نرتبهم بنفس الوحدة، كل وحدة تنعاود نردها للوحدة ديالها الأولى. إذا هانتوما غنشوفو السبورة، غادي ننتقل لسبورة أخرى وغادي نكملو الشرح ديالها. ها حنا كيما قلنا عندنا 250 مليلتر، وعندنا جوج ديسيليتر، وعندنا 15 سنتيمتر، راه ميمكنليش نرتبهم بهاد الوحدات المختلفة. شنو غندير؟ غندير عملية ديال التحويل إلى سنتيمتر. 250 مليلتر عطاتني 25 سنتيمتر، جوج ديسيليتر عطاتني 20 سنتيمتر، 15 سنتيمتر غتبقى 15 سنتيمتر. دابا عندنا نفس الوحدة، غادي نرتبهم من الأصغر للأكبر، شكون هي الوحدة الصغيرة؟ 15، ثم 20، ثم 25، إذا هما مرتبين من الأصغر للأكبر، شكون هي 15 سنتيمتر؟ هي 15 سنتيمتر هي، شكون هي شكون هي 20 ديسيليتر؟ 20 سنتيمتر هي جوج ديسيليتر هي. ثم شكون هي 25 سنتيمتر؟ شكون هي 25 سنتيمتر؟ هي هادي. شكون هي 25 سنتيمتر؟ ها هي 250 مليلتر. إذا دابا رديتهم الوحدة ديالهم 15 سنتيمتر ها هي، جوج ديسيليتر ها هي، 250 مليلتر ها هي. إذا هذا هو الترتيب دابا، 15 سنتيمتر أصغر من جوج ديسيليتر أصغر من 250 مليلتر. نقطة ردوا لها البال، راه حيت نبغيو نقارنو أو نرتبو الأعداد ديال لي كاباسيتي قياس السعات، راه خصني نحولهم إلى وحدة واحدة. بروبليم، يعني عندنا بروبليم تمرين رقم 5، تمرين رقم 5، نعم، بروبليم. ألوغ إير كانيت دو صودا a une capacité de 25 centilitres. واحد الكاليتا ديال الصودا ديال المنظمة مثلا فيها 25 سنتيلتر. الكمية ديالها والسعة ديالها. Combien de canettes faut-il remplir pour remplir une bouteille؟ شحال خصنا من كانيت باش نلقى نعمر واحد القارورة اللي فيها une bouteille de 1 لتر، de 1 لتر، une bouteille de 1 لتر، وي، de 1 لتر. إذا شحال خصني من كاليطا اللي فيها 25 سنتيمتر باش يمكن لي نعمر هاد القارورة اللي فيها واحد لتر، يعني هنا واحد لتر خصني نحولها، واحد لتر فيه 100 سنتيمتر، القارورة اللي بغينا نعمرو فيها 100 سنتيمتر، والكاليطا فيها 25، إذا غادي ناخد لو نومبر دو كاليط إي بهاد 100 سنتيمتر غنقسمها على 25 غادي نلقى 4 ديال الكاليطا، إذا إلا خدينا 4 الكاليطا ديال 25 وخويناهم في واحد القارورة ديال اللي فيها هيدرو غادي تعمرنا هاد القارورة. إذا لو نومبر دو كانيت إي 4. كونسوليداسيون ريميدياسيون، نو زافون إيسي ليكزيسيس نيميرو 6، فوالا ليكزيسيس نيميرو 6، كومبليت 25 مليلتر زائد 25 مليلتر يساوي 50 مليلتر، إذا هنا نفس الوحدة، 55 مليلتر ستعطينا 5 سنتيمتر، مليلتر سنتيمتر، 5 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، 5 ديال المرات ستعطينا 100 سنتيمتر، إذا بمعنى 1 متر. 12 هكتوليتر إيت إيكال 12 فوا كومبيان دو هكتوليتر؟ فوا 1 هكتوليتر، 12 مضروبة في 1 هكتوليتر، شكون هو الهكتوليتر؟ هو 100،
إذا عندي 12 مضروبة في 100 هكتوليتر فيه 100 لتر. إذا إذا ضربنا 12 100 لتر غادي نلقى 1200 لتر. إذا 12 هكتوليتر النتيجة ديالها 1200 لتر. بروبليم سهل. Peut-on prendre un récipient d'un demi-litre pour réaliser ce cocktail? Le cocktail est d'été 25 cl de jus d'orange, de limon, un jus, un décilitre de jus de citron, ou 500 ml d'un jus de raisin, de l'inan. C'est le cocktail qui est bien. Wesh, il y a un récipient, un inan, qui fait 9 litres, un demi-litre. واش الا خديت داك الاناء ديال السيترون واش يمكن لي ندير فيه هذا الكوكتيل؟ شوفوا عندنا 1 لتر دو ريسيبيون ديال لتر 1 لتر بمعنى 1 ريسيبيون دان 2000 لتر لو ريسيبيون اللي بغينا نخدم الاناء فيه نصف لتر. شكون هو نصف لتر؟ هو 0.5 لتر هو 50 سنتيلتر. اذا داك الاناء اللي خدينا الكميه ديالو او السعه ديالو هي 50 سنتيلتر. الكوكتيل نشوفو شحال فيه 25 سنتيلتر ها هي، واحد ديسيلتر شحال فيه من سنتيلتر فيه 10 ها هي، و 200 مليلتر فيه 20 سنتيلتر. إذا قمنا بعملية الحجم جمعناهم 30 50 55 سنتيلتر. إذا الكوكتيل فيه 55 والإناء اللي بغينا نخبو فيه فيه 50، إذا ما غاديش يمكن غادي يتكفح. إذا خبينا فيه 55 غادي نعمر الإناء ب 50 وديك 5 سنتيلتر غادي تكفح في جدا. إذا شكون هو الجواب؟ نون أون نو بو با أو لو بو با غومبلير هذاك لو ريسيبيون ديال أن دومي ليتر. دونك علاش؟ لأن 55 كبيرة على 50. إذا هذا هو الدرس ديال اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الفهم ديال هاد لي ميجير دو كاباسيتي وحدات قياس السعة. أتمنى لكم التوفيق وإلى درس جديد إن شاء الله.